معايا استاذ عاطف من الشرقيه، اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، من الدقهليه. اهلا يا استاذ عاطف. ازيك يا هلا. اهلا بيك. والله حضرتك انا هروي يوم السبت ان شاء الله، ممكن حضرتك، انا سامع ان في شتاء يوم هرو قمح، هيبقى يوم الاثنين، ممكن الدكتور محمد فهمي نروي ولا لا، ولا نستنظر ولا عشان الرؤاد؟ تمام. هل هو حضرتك نروي ولا استنظر يومين ولا جميل ثلاثة؟ جدا. لو سمحت الاستاذه فيفيان، بس هنعمل مداخله مع دكتور محمد فهيم او نعمل مداخله مع قسم القمح بمعهد المحاصيل الحقليه. مزارع هنا بيسال اروي ولا لا، انت حاله الارض عندك ايه؟ الارض مرويه من اخر مره امتى؟ بقى لي 15 يوم ومعادي ان انا اروي مثلا يوم الاحد او الاثنين. انت كنت راوي من 15 يوم وكان في نيتك تروي الحد او الاثنين، الصرف عندك اخباره ايه؟ لا كويسه، الارض ناشفه. ارضك ناشفه؟ ايوه. فانا خايف ان انا اعطش الارض وبعدين اجي الورقه الاخرانيه الخمسه الاقي الارض نمت مني. تمام. لا هنجاوب على السؤال ده دلوقتي من خلال احد المتخصصين في قسم القمح او نتواصل مع الدكتور محمد فهيم. معلش في نقطه ثانيه، هل دلوقتي انا رويت استنظر 15 يوم واروي الري السته ولا استنظر 5 ريات بس؟ حاضر، احنا هنسال عن تفاصيل الري في هذه المرحله عموما. الفلاح ايوه، هل هو 5 ريات ولا 6؟ وهل وانا رويت دلوقتي تمام خلال الاسبوع القادم اروي ري كمان بعد 15 يوم لحد ما حضرتك توصلنا مع حد يا محمد ولا بلاش؟ طب خليك معايا يا حاج لو سمحت. انا معايا الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعه، برحب بحضرتك يا فندم. استاذ سامح، ربنا يخليك. كل سنه وحضرتك طيب. وانت بألف خير وسلامه. انا معايا الحاج عاطف معانا على الخط وبيتكلم دلوقتي، بيقول ان هو روى من 15 يوم، كان مخطط يروي يوم الحد او الاثنين. سمع حضرتك وتابعك على الفيسبوك قلت ان في امطار يوم الاثنين، فهو يعمل ايه دلوقتي بالنسبه للري؟ ما فيش امطار يوم الاثنين، ومين اللي قال؟ ما فيش الكلام ده. انا بسمعه، انا بسمع حضرتك. مش جايبه اي امطار يوم الاثنين. تمام. هو بس كل الموضوع اني اللي يهمني الفتره دي في راي القمح هو موضوع سرعات الرياح او بيسموها هبات الرياح. أيوة. يعني ما يكونش في ريح نشطه في نفس يوم الري. تمام. اخر النهار او ثاني يوم الصبح. عشان كده قلنا لمعظم المزارعين ان شاء الله بكره الجمعه هيكون في هناك هدوء واضح في نشاط الرياح عدا بعض مناطق شمال الدلتا، يعني جزء كتير من دمياط، كفر الشيخ، شمال الدقهليه وشمال البحيره، دولت اللي فيهم بعض النشاط للرياح بكره. غير كده كل مناطق الجمهوريه ممكن تروي بكره ان شاء الله. ممتاز. يوم السبت نفس الموضوع، تستنى ما يكونش فيه رياح ويروي الارض بتاعته براحته. ما يكونش فيه رياح يعني تتعدى 30 40 كيلو متر، يعني ما يكونش فيه رياح واضحه بتهز السنابل بتاع القمح، يعني في رياح بيبقى بسيطه كده ما بتقدرش انها تهز السنابل، لو لقيت السنابل بتتهز رايح جاي ما يرويش تماما خلال الفتره. طبعا حضرتك عارف ان السنابل تقلت ومجرد ما يحصل ري مع حركه الهواء الشديده ممكن يحصل موضوع الرقاد. الرقاد دلوقتي في مرحله زي كده عامل زي اللي بوظ بالظبط الطبخه بجنيه ملح. ايوه. فالناس تخلي بالها جوه كويس جدا. هو برضه الفلاح محتاج التوصيه دي لان هو بيبقى بين نارين، خايف على محصوله فيقول لك اروي. لكن هي جزئيه بسيطه قوي ان انا ابقى متابع الجو، ابقى عارف ايه اللي بيحصل حواليا وانا بروي. تمام يا فندم. تمام. عايز تقول اي نصيحه ثانيه بالنسبه للقمح في الوقت ده؟ لا بس انا عاوز بس يبقى في اضافه حوالي 10 او 15 كيلو سلفات بوتاسيوم مع الرايه دي، الرايه الاخيره او قبل الاخيره. تمام. المفروض ان هم هيرووا كام رايه؟ الخمسه على حسب الارض. تمام. بشكر حضرتك الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعه، شكرا جزيلا. حاج محمد منين؟ وعليكم السلام، معاك محمد من الاسكندريه. احسن ناس، اتفضل. الله يخليك. احنا مشكلتنا يا استاذ سام عايز حضرتك تتبناها. اللي هي احنا منطقه قمح فين بالعمريه. ايوه. عندنا حوالي من 270 حياز. ايوه. دول بيتفصلوا فصل تعسفه من جمعيه سيدي مسعود الزراعيه. دلوقتي احنا مفصولين، ما لناش عارفين هنودي غليتنا فين ولا عارفين هناخد كمامه منين. اتفصلوا من امتى دول؟ ده مفصوله يعني بقى لنا فتره، واحنا صرفنا بجواب، جابوا المستشار بدراوي، حد المستشار بدراوي. هو انتوا دلوقتي المفروض ان انتم تروحوا تاخدوا جواب فعلا بيعملوا لكم معاينه وتصرفوا؟ لا ده احنا مفصولين، المنطقه دي مفصول، منطقه قمح فين دي هي اللي مؤسسها جمعيه سيدي مسعود. طب هو على اي اساس فصلوكم؟ يعني المطلوب ان انت عندكم جمعيه مستقله؟ الزمام، حد الزمام بين اسكندريه والبحيره كيلو 46، ومعانا جواب كده كيلو 46 القاهر بيفصلوا، احنا في كيلو 40. طب ما تقفلش لما الاعداد 270 حيازه دلوقتي ما لهمش لا كماوي
ولا عارفين هيسلم غلتهم فين. طيب ما تقفلش لما الاعداد ياخد منك رقم تليفونك، لان دي مش هتتحل وانت بتكلمني دلوقتي، انا لازم اكلم الساده وكلاء الوزاره. انا بطالب من خلال حضرتك سيد وزير الزراعه يتفضل يحل لنا المشكله دهيت، عشان كده احنا ملناش كيماوي في الصيف. خلاص ان شاء الله هتلاقي في خبر حلو الاسبوع اللي جاي، بس سيب رقمك. مين يا محمد؟ حسين. طيب استاذ حسن بن سويف اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ سامح؟ اهلا وسهلا، كل سنه وانت طيب. صباح السلامة وتحياتي لقناة مصر الزراعية، وكل سنة وانتم طيبين يا باشا. وحضرتك بالصحة والسلامة، اتفضل. لو سمحت ان ليا سؤالين يا استاذ سامح. لو الاستاذ دكتور محمد كنا بنستمعه وبيجيب لنا سرعة الرياح مثلا وعرفنا خلال الأسبوع مثلا عشان القمح. يعني كنا بنعرف منه، كان بيجي كل جمعه وسعادتك ما يعني انت بتطالب الدكتور محمد كان بيطلع يتكلم معاكم من خلال قناه مصر الزراعيه كل اسبوع. كل اسبوع عشان نعرف ايه سرعه الرياح مثلا خلال الاسبوع ده، كنا نروي القمح. عايزين تسمعوا منه التوصيات وتشوفوها. حاضر الرساله دي اكيد هو سامعها دلوقتي، ونتواصل معاه. عينيا ليك استفسار تاني؟ ليا استفسار سعادتك، يعني من حضرتك من قريه نينا ولينا الترعه سعادتك ما اثر معانا دي لها دورين واحنا في اخر الترعه، النسبه اللي الميه بتجينا هنا ضعيفه. يعني جينا دورين متاثرين في ناحيه الميه. اسمها ايه الترعه دي؟ الترعه دي اسمها عمار. عارف ترعه عمار؟ عارف ترعه عمار يا باشا، واحنا في قريه نينا في الاخر. هو انت في الاخر؟ طب هو لسه التطوير ما اشتغلش فيها؟ لا اتعمل التطوير يا باشا وشغل 10 على 10، بس طبعا لما اتعمل التبطين في جزء فيها الجماعه بتاع التبطين كانوا بيفقروا وبياخدوا تراب ويسندوا يا فندم من جر البلد. يبقى طبعا الميه لما بتزيد بتطلع يا باشا من على الحته الواطيه دي وبتيجي ايه مغرق البلد. غرق البلد مره، يبقى الناس شكت في موضوع اللي هم بتاع الترعه يا فندم. يبقى الترعه ما بيجيبش الميه دي لها دورين. حاضر، يعني الميه تطلع تغرق الدنيا لكن ما توصلش في طريقها ليكم. ده ساعة ما جت مرة غرقت البلد، طبعا الناس شكت في موضوع ان الطلعة ايه، لان المفروض الحتة دي تتردد. اي حد يتصل ناخد رقمه الاول. حاضر، عينيا الاثنين. استاذ سعد من البحيرة اتفضل. ازيك يا فندم؟ اهلا بيك يا حاج سعد، اهلا وسهلا. انا عندي موضوع كده عايز اشرحه لحضرتك، يعني يمكن تبقى فكة لجميع الناس الموجودين في مصر في حالهم. يا مسهل، اتفضل. حضرتك ليه الدولة ما تعملش تفريخ كتير للكتاكيت؟ وتستورد الاعلاف ديت سواء كانت فول او ذره او كده، وتعمل مخازن يعني بجوار المينا والكلام ده، وتعمل تجيب المكن بتاع الكبس والاعلاف، وتبقى الكتاكيت دي متوفره لاي حد. الفلاحين عندها استعداد تعمل كل حاجه. انت اشتغلت قبل كده في ملف الدواجن؟ يعني ربيت قبل كده؟ لا دخلت؟ ربيت على عندي في بيتي بس. لا التربيه المنزليه. اسمعني يا باشمهندس، معلش معلش يا دكتور، مع حضرتك كمل انا هسكت. البيوت النهارده فيها التعقيم وكل الغرف مستقله وفيها كل الخير موجود وواسع تمام، وجنب اي بيت في الريف لازم يبقى فيه فضاء بيشوي فيه المخلفات بتاعه الارض بتاعته والسماد البلدي تبعه، وهو عامل اوضه بتبقى مستقله جنب الزريبه بتاعه الحيوانات والكلام ده كله. يعني دي هتبقى حاجه كويسه كل الناس هتربي وهيفيد منها وتبيع. بس المشكله في الكتاكيت، الدوله لو تحط يعني الموضوع ده الشغل الشاغل تبعها. طيب انا بس عشان اعرف حضرتك حاجه، هو بالنسبه للتفريخ والكتاكيت دي ما فيهاش مشكله، بالنسبه للاعلاف هي سعرها ارتفع عالميا. فالنهارده احنا بنتكلم على جزئيه، مش ان احنا نجيب ونخزن، ان احنا نزرع. يعني دلوقتي تم الاعلان عن اسعار المحاصيل العلفيه والزيتيه قبل بدء الموسم علشان تشجيع المزارع، والاسعار اللي تم الاعلان عنها هي اسعار ضمان، يعني ما تقلش وقد تزيد لو الزياده ارتفعت، يعني لو اسعارها عالميا ارتفعت. تمام. فالنهارده احنا مش حكايه ان انا اجيب واخزن، هي حكايه ان هو بكام النهارده، الكتكوت بكام، والذره الصفراء بكام، والفول الصويا بكام. انا لما اكون بنتج ده في بلدي هيكون سعره يعني اقل بكثير، ومش هيبقى عندي معاناه في ان انا دايما بوفر له موارد دولاريه مخصوصه ليه.
الفتره دي مش هتستمر، الازمه دي هتخلص باذن الله، لكن هي محتاجه فتره عمل وصبر. فكرك حلو جدا، والريف المصري اللي انا عايز اقول لك عليه ان انتم الريف كنتم بتصدروا بيض المائده، والريف المصري طول عمره منتج وداعم. يعني انت النهارده لما يكون عندك تربيه منزليه مش هتروح تشتري، فانت خلاص انت الدوله عارفه ان الراجل ده عنده اكتفاء ذاتي من عنده. وبعدين انتم عندكم السلالات البلدي بتبقى مناسبه اكتر للتربيه المنزليه، اللي هي اللي احنا خدنا على طعمها من سنين وقلنا دي الفراخ البلدي ما فيش زيها. فالموضوع اللي حضرتك بتقترحه طبعا انت ليك يعني كل التحيه والتقدير، لكن التربيه المنزليه تختلف عن التربيه بهدف الانتاج والتجاره. بشكرك. استاذ خالد من اسيوط اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاستاذ سامح، ازيك يا استاذ سامح؟ اهلا بيك، اهلا وسهلا. احنا عندنا مشكله في ارض نقابه المهن الزراعيه في اسيوط يا استاذ سامح من زمان، وانا من خلال برنامجك ومن خلال حضرتك ارض تبع ايه بتقول؟ ارض نقابه المهن الزراعيه في اسيوط. مشكلتها ايه؟ الوادي الاسيوطي. مشكلتها ايه بقى؟ مشكلتها ان الارض دي اتسلمت في 2007 لحد دلوقت الابار، واخد البالك، اتسلمت وما اشتغلتش. هي الارض دي تبع نقابه المهن الزراعيه صح؟ تبع نقابه المهن الزراعيه. اتسلمت لفلاحين عشان يزرعوها يعني؟ ايه؟ الفلاحين استلموها يزرعوها؟ اللي استلموها المهندسين الزراعيين وباعوها للناس، وانا من ضمن الناس اللي اشتريت، وفي عراقل هناك موجوده. يعني حضرتك معانا بس واحده واحده، انت مشتري من نقابه المهن الزراعيه ارض صح؟ انا مش مشتري من مهندس مستلم من نقابه المهن الزراعيه. يعني هو تخصصت له ارض وبعد كده راح باعها. وراح باعها. تمام. واحنا اشترينا ومن 2006 من 2007 لحد دلوقت الابار موجوده ومغلقه، واخد البالك، خط الكهرباء موجود، واخد البالك، نفسنا بس حد من المسؤولين. واقف على ايه؟ ايه السبب ان الكهرباء مش واصله للبير؟ الكهرباء لسه، البير عاوز ماتور وعاوز مواسير داخليه وعاوز تنظيف. دي المفروض مين اللي هيعملها؟ مش المفروض المزارعين اصحاب الارض؟ اصحاب الارض حاليا مفيش، يعني مفيش تعاون بينهم ما بين بعض ولا توافق بينهم، فاحنا عاوزين حد من المسؤولين يا حاج. بس علشان انا ما بحبش اوعدك بحاجه مش واقعيه. انا مالك ارض، انا ادرى واحد بمصلحتي، انا الملاك دول يعني خدوا ارض باي طريقه وفيها ابار، تشغيلها بقى ما فيهوش مشكله قانونيه زي كلامك ما بتقول، لكن هو في مشكله. احنا عاوزين من خلال حضرتك زي ما عقد القانون في نقابه المهن الزراعيه ان هم يشغلوا البير، يحطوا لنا احنا قانون في التوافق. انا عاوز افلح، شريكي معايا في البير مش عاوز يدفع، التاني مش عاوز يفلح، واخد البالك، التاني مش عاوز يدفع غير لما يشوف الميه طلعت. فدي مشكله معرقله الدنيا، وده موقع 1200 فدان. طيب. شرق دير كايرو مينا. تمام. شرق دير كايرو مينا، فمن خلال حضرتك تسليط الضوء على الموقع بتاع نقابه المهن الزراعيه باسيوط. عينيا، انت كنت قلت لي انا لسه جاي من اسيوط. عايزين حل للمشكله دي حضرتك، عشان الارض كفاياها واحنا خسرانين من زمان كده. حاضر، بشكرك. يعني هو بيتكلم على حاجه مهمه قوي، ارض موجوده وصالحه للزراعه وفيها الابار موجوده وجاهزه، كل القصه ان الناس المفروض هتتجمع مع بعضيها علشان نشغل، علشان نشوف دي تكلفتها ايه وكل واحد نصيبه كام، هو ايه الصعوبه ولا. وبعدين فعلا لازم القانون يبقى ليه دور، يعني نقول ده تبوير وانت كده، ولا هم بيزرعوها بمصدر ميه اخر، ده لازم نتابعه. استاذ احمد من الدقهليه اتفضل. طب ناخد استاذ محمود الاول، اتفضل استاذ محمود. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك احنا زارعين زيتون اسماعيليه. تمام. 5200 فدان تبع جمعيه الاسماعيليه. ايوه. ابناء الاسماعيليه. دفعنا 2,500,000 او اكثر علشان توصيل المياه الحلوه لنا. ايوه.
في نص الطريق الكلام ده من 10 سنين وقفت المشروع. دفعت الفلوس لمين بقى بتاعت الميه؟ الدفع للجهات المختصه. تمام. الجمعيه دفعتها. تمام. وجات في نص الطريق ووقف المشروع ولم يكتمل على حتى الان. بسبب ايه بقى؟ السبب ما اعرفش، تمويل ولا ايه بالظبط، لكن التمويل موجود. ده كان من امتى الكلام ده بقى؟ الكلام ده حضرتك كنا اخر اجتماع يمكن من 5 شهور وصير هذا الموضوع، وقالوا هنسعى ومش هنسعى واللي في عراقيل فمش عارف ايه العراقيل دي. دي دي, دي واحده. طيب لا استنى، الخطوه الثانيه في تكلفه عاليه جدا على انتاج الزيتون. حضرتك تعرف ان الزيتون دلوقتي زيت الزيتون بيشكل نسبه كبيره جدا من الاستهلاك المحلي دلوقتي وبنصدر منه، واخد بال حضرتك؟ لما يكون فاتوره الكهرباء اللي بتجيني انا، واخد بال حضرتك، ب 10 15 الف جنيه في الشهر، كانت 300 جنيه و500 جنيه، مفيش اي دعم للمزارع اطلاقا. وهو احنا عندنا الكهرباء ما شاء الله يعني زياده، طب ليه ما يدعمش المواطن ويكون شريحه واحده بدل ما الشرايح تتنقل وكل المواتير الغطاسات 3 فاس؟ فالاستهلاك عالي جدا، الاستهلاك عالي، وفي نفس الوقت انت عندكم، بس انا عايز اسال على حاجه هنا، انت عندك دلوقتي عشان افهمها معاك، انت عندك محطه فيها عدد من الحيازات صح؟ فطبعا انتوا كلكم الحيازات دي في المحطه بتسحب شريحه عاليه، فلما تيجي تتقسم عليا وعليك وعلى جيراني بتحاسب على الشريحه العاليه صح؟ لا يا بيه، لا، كل واحد ليه عداد. ايوه كل واحد ليه عداد، كل واحد ليه عداد. العداد بدل ما كنت بدفع 500 جنيه ولا 1000 جنيه والله العظيم 10,000 وفوق ال 10,000 كل شهر، فبقت عمليه مرهقه للزراعه نفسها. حاضر، بشكر حضرتك. استاذ عبود من البحيره اتفضل. بس حضرتك يا استاذ سامح، انا عاوز نعرف تجول الفلوس هو بتيجي من اي مكان وطريقه زراعتها ايه؟ وحضرتك برضو الذره الاصفر، انا عاوز نوع التجاوي الحلو اللي هو فيه كوزين. الملف ده احنا هنناقشه الاسبوع الجاي بالنسبه لفول الصويا والذره الصفراء. أيوة. والاداره المركزيه لانتاج التقاوي موفره الموسم ده، وفي تعاقدات خلي بالك هنشرحها لكم كلها بالتفصيل، وعلى فكره القناه ابتدت في معظم البرامج تناقشهم. انما بالنسبه لمصر كل يوم بوعدك الاسبوع القادم نعمل حلقتين نناقش فيهم هذه المحاصيل. بشكر حضرتك. طب التجاوي اللي هي الفلوس وتجن الزراعه ولا من بره؟ ده في الاداره المركزيه لانتاج التقاوي، هقول لك على التفاصيل كلها عناية الاثنين. حاضر.